السلام عليكم بنات، السلام عليكم غزالات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ كلشي بخير. فيديو جديد في القناه ديالي مع هدى هدى. ترحب بكم البنات، مرحبا بكم عاوتاني في القناه ديالي، وتنشكر كاع البنات اللي دخلوا عندي في القناه ديالي وتكتبوا لي لي كومونتير وتابوناو عندي، تنشكركم بزاف بزاف. ما غبرتش البنات، انا معكم، كنت عيانه شويه، دابا الحمد لله. هذاك الشيء علاش اليوم بغيت ندير واحد الماسك، قلت علاش ما نبارطاجيش معكم، وان شاء الله البنات ديروه وما تعكزوش. كي تنقول لكم البنات الشعار ديالنا ما تعكزوش، وهذا الماسك اش نقول لكم البنات خطير، انا جربته ونعاود نديره المره الثانيه لانه جد فعال بالنسبه للبشره الجافه ولا المختلطه ولا الدهنيه، لان فيه مواد جد طبيعيه البنات، و نتوما راه عارفين المواد الطبيعيه الفعاله ديالها في البشره ديالنا بالنسبه للوجه. هذيك الشيء علاش غنهضر لكم اليوم على واحد الماسك، وان شاء الله ديروه وما تعكزوش البنات كي تنقول لكم ديما. اول مكون البنات هو زريعه الكتان، نتوما عارفين البنات زريعه الكتان والمنافع ديالها، كنت ديجا هضرت عليها في واحد الفيديو كندير جوج فيديوهات على زرعة الكتان. هذا هو الماسك ديال اليوم بزرعة الكتان. ثاني مكون البنات هو صفار البيض، اي صفار عندك البيض تقدري ديريه. نتوما عارفين البنات صفار ديال البيض تصلح جميع انواع البشره، هذاك الشيء علاش بغيت ندير معكم هذا الماسك اليوم ديال زرعة الكتان. و كي تنقولوا حنا كوبيل ولا الكاوكاو ولا اللي عندكم البنات، يكون زعما سمحوا لي البنات كي قلت لكم ما غنقطعش غنكمل لان باقي ضرني حلقه شويه، يكون زعما مزيان فهمتي، ما يكونش اي نوع، يكون نوع جيد جدا. هذا انا تنستعمله غبره، وانتم عارفين البنات هاد ثلاث المكونات تقلبوا عليهم وتقراو عليهم وتعرفوا المنافع ديالهم بالنسبه للتجاعيد، هذيك الرقيقه اللي تتكون عندنا في الوجه ديالنا. وهاد الوصفه هذه غنديروها وغتقدروا تخليوها البنات 3 ايام في الثلاجه، وكل نهار ديروا هاد الماسك تغسلوا وجهكم، كل وجه ديالكم نقي وتستعملوها. دابا البنات غنبدا معكم الطريقه، وان شاء الله البنات كي تنقول لكم ما تعكزوش وديروها وتفكروني وغتقولوا هدى عندك الصح، لان جربتها انا مره ودرتها 3 ايام بالحق متابعه البنات، ماشي ديريها وتجلسي اموا ولا دوما تقولي ما دارت لي والو. وبالنسبه للبنات اللي عندهم تجاعيد زعما غارقين خاصهم يديروها يوميا، والله العظيم البنات شوفوا النتيجه، ولكن خاصكم تداوميها، خاصكم تداوموها، خاصكم تداوموها. حنا تنديروا حاجه مره ونقطعوا، نديروا حاجه مره ونقطعوا، بغيت نقولوا ما كاينش مفعول، ولكن البنات خاصكم تداوموها. دابا البنات انا ديجا خديت معلقه كبيره ديال زريعه الكتان، كي قلت لكم هاد المقادير ديال 3 ايام فوالا، وغتزيدوا عليها البنات صفر ديال البيض، تخلطوا مزيان المكونات. انا ما درتهاش مطحونه، انا درتها هكا لان البنات ملي تطحن اغلبيه تيقولوا راه تيمشيو المنافع ديالها، من الاحسن تخليوها بحال هكا، تخلطوها مزيان 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 مزيان. ولا عندكم هذاك الطراب اليدوي الصغير تقدروا حتى هو تستعملوه، انا تندير غير هادي فيها الكفايه، وخاصكم تخلطوا مزيان حتى يبان لكم هذاك الخليط جانس البيض مع زريعه الكتان، تخلطوه مزيان البنات، وان شاء الله غيعجبكم هذا الماسك. البنات كاين البنات اللي ما تيعجبهمش الريحه ديال البيض، ما غتبقاش الريحه البنات البيض مع هذا الكوبال او كاوكاو المر كي تنقولوا. شوف البنات دابا تخلط مزيان، خلطوا مزيان مزيان مزيان
اسمحوا لي انا كنت عيانه شويه، حلقي راه باقي دارني. هانتوما البنات شتو فوالا. كي قلت لكم تقدروا تزيدوا المقادير الا بغيتوا ديروه زعما سمانه كامله، ديروا ديال 3 ايام او تكملوا هذه الكميه، عاود ديروا ديال 3 ايام اخرى. غنزيدوا البنات هذيك معلقه صغيره ديال الكاوكاو، حركوا مزيان. كي قلت لكم ما تبقاش ريحه البيض، البنات اللي ما تتعجبهمش ريحه البيض تخلطوا مزيان، تغسلوا وجهكم البنات. من الاحسن ديما الماسكات تنقول لكم ديروهم في الليل، صافي عارفه راسك ما تخرجيش، ديريه خلوها البنات 30 مينيت، وسيرتو في البلايص اللي عندكم فيهم التجاعيد، ومي تغسلوه ديروا مساج لوجهكم باي زيت عندكم، اي زيت متوفر عندكم في الدار ديروه. شوفوا البنات ها هو الخليط ديالنا ولا متجانس. انايا من الاحسن انا خليته تطلق هاد تلقات زراعه الكتان، فهمتي هذاك الجيل ديالها، وعاد استعملت الماسك. حتى نتوما غديروا لا ميم شوز، تخليوه حتى يطلق مزيان سيختو هذاك الجيل ديال زراعه الكتان، وعاد ديروه. ها هو دابا ها هو الخليط ديالنا، ريحته فن البنات. وغتاخذوا واحد قريعه بحال هكا ولا بو عندكم كان فيها الكخان، وديروه فيه وتخليوه في الثلاجه مده 3 ايام تستعملوه فيما تبغيو تاخذوا منه. ان شاء الله ديروها البنات ما تعكزوش، كي قلت لكم راه تجي 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 فعال، اصلا في ريحه زوينه. انا غنسالي معكم وغنديرو ان شاء الله. البنات جربوه ما تعكزوش ما تعكزوش ما تعكزوش، تنقول لكم الشعار ديالنا ما تعكزوش. ها هو البنات كي قلت لكم عندكم قريعه صغيره ولا اي شي هكا شي بونقي، خلي غير هكا لي ماسك صافي، وتسدو عليه وديروه في الثلاجه. انا كي قلت لكم غنخليه يطلق شويه، غنخليه يطلق شويه هذيك المواد كلها، سيرتو هذاك الجيل ديال زراعه الكتان، ومن بعد غنديروا ان شاء الله لوجهي، وغنخلي واحد 30 مينوت. وابخي البنات تغسلوا وجهكم عادي بالجيل اللي تغسلوا به وجهكم، وتمسحوا وديروا واحد الماساج خفيف، سيرتو هذيك البلايص اللي عندكم فيهم التجاعيد. كي قلت لكم البنات ديروا اغلبيه في البلايص اللي عندكم فيها التجاعيد، لانها كي قلت لكم جيت جيت فعال. والبشره اللي عندها بشره حساسه تستعملوه السمانه كامله، لانه ما عندوش اضرار، بالعكس فيه غير منافع. وان شاء الله غيعجبكم وغديروه وغتقولوا لي هدهدة راه حنا جربناه. وان شاء الله البنات تجربوه وتردوا عليا الخبار. كي قلت لكم تنشكركم بزاف على الدعم ديالكم معايا، وان شاء الله ندير معكم فيديو جديد واحد اخر. وتنتمنى منكم البنات تكتبوا لي كومونتير، ديروا لي لي لايك، ولي اول مره تدخل القناه ديالي وتشوف القناه ديالي مرحبا بها، وتابونا عندي، هذا فضلا ليس امرا. وتنشكر جميع البنات، وان شاء الله البنات تلاقاو فيديو جديد مع ود هدى.